اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا كانت النهارده عاملة اجتماع، خدت عدة قرارات، قرارات في مهمة بالنسبة لنا، لأن احنا النهارده حتى الكورة بنتكلم على عودة الجماهير وده أمر إيجابي، فعايزين بصراحة كل حاجة ترجع وتعود الحياة. نروح للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. ماذا عن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا؟ قرارات مهمة جدا اتخذتها اللجنة اليوم مرتبطة بثلاث تواريخ. التاريخ الأول 1 نوفمبر، التاريخ ده لن يسمح بعده أو اعتبارا من هذا التاريخ 1 نوفمبر لن يسمح لأي منتسب للجامعة بالدخول للحرم الجامعي أو التواجد في قاعات الدرس ما لم يكن متلقيا للجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا. هذا توجيه من لجنة إدارة أزمة كورونا 1 نوفمبر 2021. وفي حالة ما لم يقدم شهادة أو شهادة تثبت أنه حصل على الجرعة الأولى من كورونا على الأقل، تستطيع الجامعات أن تطلب تقديم شهادة PCR حديثة. بعض الجامعات يعني البعض ممكن يطلب شهادة واحدة، البعض يطلب شهادتين في خلال نفس الأسبوع، لكن طبعا الطريقة الأسهل والأأمن هي الحصول على اللقاح. وطالما ذكرنا طلبة الجامعات، هناك تنويه مهم جدا بالنسبة لهم اعتبارا من باكر، تسجيلهم للحصول على جرعات لقاح كورونا ستتم عن طريق جامعات التابعين لها وليس على عن طريق الموقع الخاص بوزارة الصحة. تاني سعادة السفير المعلومة دي مهمة، تاني لطلبة الجامعات اتفضل بكرة اعتبارا بكرة. طلبة الجامعات، كل جامعات مصر، طلبة الجامعات اعتبارا من باكر، تسجيلهم وحصولهم على لقاحات كورونا سيتم عن طريق الجامعات التابعين لها. هناك نقاط كثيرة داخل كل جامعة، يستطيع الطالب أن يذهب ويسجل ويحصل على اللقاح داخل هذه الجامعات. وتم فصل موضوع، احنا يعني في مرحلة ما كنا في أجازة صيفية، فيعني حلا لموضوع أن الطلبة ما بيروحوش الجامعة في الأجازة، كان الإجراء هو حصولهم على اللقاحات عن طريق مراكز الشباب أو عن طريق التسجيل على موقع وزارة الصحة، عن طريق يعني بوابة خاصة داخل هذا الموقع. لكن طالما الطلبة يعني ذهبوا إلى الجامعات، ارتأينا توحيد جهة التسجيل وجهة تلقي اللقاح، ستكون اعتبارا من باكر هي الجامعات، وهذا فيما يخص طلبة الجامعات فقط. أي مواطن آخر يستطيع أن يسجل بالطبع، ومرحب به بالتسجيل على موقع وزارة الصحة. هذا هو التاريخ الأول الذي نتحدث عنه، 1 نوفمبر، لن يتم السماح لأي طالب بالتواجد في الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلا على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح. نذهب للتاريخ الثاني، هو 15 نوفمبر. هذا التاريخ يخص موظفي الحكومة، لن يتم السماح اعتبارا من هذا التاريخ بدخول أي موظف حكومة إلى جهة عمله ما لم يكن أيضا حاصلا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وإحنا يعني حذرنا ونبهنا لهذا الأمر منذ فترة، والحمد لله موضوع حصول موظفي الحكومة على اللقاحات لم يعد متبقى لدينا من الرقم المستهدف. الرقم المستهدف كان حوالي 3.4 مليون، لم يعد متبقيا وفقا للعرض اللي عرضته الدكتورة هالة جاي وزيرة الصحة اليوم، لم يعد متبقيا إلا 123,000 فقط، 123,000 موظف لم يحصلوا على اللقاحات. فهؤلاء أمامهم فرصة حتى 15 نوفمبر، لأنه بعد هذا التاريخ لن يكون مسموحا بالدخول ما لم يثبت أو ما لم يقدم شهادة تثبت أنه حصل على الجرعة الأولى. نذهب بعد ذلك للتاريخ الثالث والمهم جدا، وهو 1 ديسمبر. اعتبارا من 1 ديسمبر ستمتنع المنشآت الحكومية والمصالح الحكومية جميعها عن تقديم أي خدمات من أي نوع لأي مواطن ما لم يقدم هذا المواطن شهادة تثبت أنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح. أي مواطن يرغب في تلقي خدمة حكومية بعد هذا التاريخ أو اعتبارا من هذا التاريخ اللي هو 1/12 لن يستطيع الحصول عليها ما لم يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح. وطريقة إثبات تلقي الجرعة الأولى سهلة، يعني أقصى الطريقة هو إن لما المواطن بيذهب إلى أي مركز من مراكز تلقي اللقاح التابعة لوزارة الصحة يتم إعطاؤه شهادة صغيرة مكتوب عليها 100 مليون صحة، مبادرة 100 مليون صحة، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، ومسجل عليها اليوم اللي تلقى فيه الجرعة الأولى من اللقاح، ومدون عليها أيضا موعد تلقي الجرعة الثانية. هذه أبسط طريقة لإثبات أن المواطن
او الموظف الحكومي حصل على الجرعه الاولى من اللقاح. وهناك طرق اخرى طبعا الكترونيه عن طريق موقع وزاره الصحه يستطيع الحصول على شهاده مميزه. طيب احنا دلوقتي تم تطعيم تقريبا كل الجهاز الاداري في الدوله ما عدا 123 الف من 3 مليون. مظبوط كده. واضيف اليهم ايضا فيما يخص المعلمين يتبقى حوالي نصف مليون في العمليه التعليميه سواء التعليم العام او الازهر الشريف. لم يتلقوا لقاح ايضا يعني 123 في موظفي الحكومه بالاضافه الى حوالي 500 الف نصف مليون من المنتمين للتعليم العام والازهر الشريف. اللي هم عددهم كام؟ التعليم العام والازهر الشريف كنا بنستهدف 1.6 من 10 مليون. لم يتبقى منهم الا حوالي 560 الف. يعني انتهينا تقريبا من مليون ومائة ألف من المنتمين للتعليم العام والأزهر الشريف ولم يتبقى إلا حوالي يعني أو يزيد قليلا عن نصف مليون. يعني تقريبا سعادة سفير تم تطعيم ما يقرب من 4 مليون ما بين الموظفين في الجهاز الإداري وما بين المعلمين في التعليم العام والأزهري تقريبا. بالضبط كده حوالي 4.5 مليون ما بين التعليم العام والأزهري وموظفي الجهاز الإداري للدولة. ويتبقى حوالي 600 ألف. بالضبط. يتبقى حوالي 600 ألف ما بين 123 ألف اللي هم في الجهاز الإداري و 560 ألف في التعليم العام. ده طبعا في قسم ثالث لم نذكره اللي هو التعليم العالي. التعليم العالي كان الرقم اللي المستهدف حوالي 3 مليون. انتهينا من تطعيم 1.2 من 10 مليون ويتبقى حوالي 1.75 من 100 مليون يعني مليون و750 ألف. يعني ده بيمثل النسبة الأكبر التي تواجهنا حاليا التعليم العالي. لكن بالإجراء اللي تقرر اليوم من جانب لجنة الأزمات وهو التسجيل عن طريق الجامعات وتلقي اللقاح عن طريق الجامعات العملية ستسير بشكل أسرع ونأمل إن شاء الله أن الطلبة يسارعوا بتلقي اللقاح لأن بعد يوم 1 نوفمبر لن يسمح لك كطالب بدخول الجامعة أو التواجد في قاعة محاضرات أو دخول الكلية التي تتبعها ما لم تقدم شهادة يعني تثبت أنك حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح. طيب الموظف دلوقتي يقول لك خلاص بركة جات من عندك وبالتالي اقعد في البيت مش هيجرى لي حاجة مش كده؟ لا ده هيجرى له كتير. الموظف اللي هيفكر هذا التفكير أي فترة يعني هيقعدها في البيت هتبقى تعتبر فترة انقطاع عن العمل دون مبرر وسيتم طبعا تطبيق الإجراءات القانونية في وفقا لهذا التوصيف. ما يحدث في للموظف عندما ينقطع عن العمل دون مبرر. لا تظن أنك كموظف طالما يعني داخل جهة عملك الصبح قالوا لك لا أنت ما تلقيتش اللقاح لا خلاص انا كويس جدا هروح اقعد في البيت. لا ده مش هيحصل. اللي هيحصل ان انت هتروح تقعد في البيت هيبتدي يحسب عليك الايام اللي انت ممتنع فيها عن الذهاب لجهه عملك وتصبح فتره انقطاع عن العمل وتحال للشؤون القانونيه. ماذا عن المساجد؟ المساجد القرار الذي يخصها اليوم هو وفقا للعرض الذي عرضه السيد وزير الاوقاف وفقا لطلبه السماح باعاده فتح جميع دورات المياه الملحقة بالمساجد لكن طبعا على أن تطبق الإجراءات الاحترازية التي تم التوافق عليها ما بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف وتحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف وفرق تفتيشية يعني لتطمئن وتتأكد أن هذه الإجراءات ستكون مطبقة الإجراءات الاحترازية في دورات المياه. هل ده معناه أن احنا عملية التخفيف اللي بنعملها مسألة إيجابية بالنسبة لنا إنه الأعداد بتقل، الوفيات بتقل، الوضع عندنا أفضل مما كنا حتى متوقعينه؟ الحمد لله يعني؟ هو الحمد لله الوضع أفضل كثيرا خاصة في الموجة الرابعة، الموجة الرابعة رغم إنها يعني بها متحورات كثيرة لكن بفضل التوسع في عملية التطعيم عدد الحالات الحرجة أقل بكثير، عدد المتوفين حتى بالمقارنة بالموجات الثلاث السابقة أقل بكثير، لكن هذا لا يعني ان الكورونا انتهت وده بنكرره دايما. الكورونا فيروس لا يزال موجود ولا تزال الطريقه الوحيده لمواجهته او السلاح الوحيد لمواجهته حاليا هو اللقاح. وكلما توسعنا في عمليه التطعيمات كلما كان لدينا هامش من الحريه لمزيد من التخفيف لان التخفيف
مش بيأتي بس نتيجة إن إحنا بنتوسع في اللقاحات، لا، نتيجة إن الواقع على الأرض يعكس ذلك، يعكس ذلك من خلال تراجع أعداد الوفيات بالمقارنة بالموجات السابقة، يعكس ذلك من خلال تراجع الضغط على المستشفيات بالمقارنة بالموجات السابقة. كل ده يعني شجعنا على اتخاذ إجراءات للتخفيف، لكن الحذر مطلوب، الإجراءات الاحترازية مطلوبة. علشان كده مثلا على سبيل المثال لما اتخذ قرار يتعلق بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المنشآت والمصالح الحكومية والوسائل المواصلات، الكمامة لا تزال مهمة إلى جانب اللقاح، اللقاح إلى جانب الكمامة يعني يقيك كثيرا جدا من خطر الفيروس. الخطر لا زال موجود والحذر لا زال مطلوب. هل وارد يتم توسيع عملية التطعيم في التجمعات، في مراكز مثلا مرور، في محاكم، في نيابة، يعني الأماكن اللي فيها ضغط أو تواجد جماهيري كبير، هل وارد؟ هو ده اللي هيحصل بالفعل. بدأت أو هتبدأ في المحاكم نقاط تطعيم داخل المحاكم، ومشكورا المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بتوفير هذه النقاط داخل جميع المحاكم حتى يستطيع أي مواطن يذهب للمحكمة لتلقي خدمة تتعلق بالقضاء أن يحصل أيضا على اللقاح، لأن القضاء مثله مثل باقي الجهات الحكومية لن يكون مسموح بتقديم خدمات شهر عقاري أو اختلافه أو إقامة دعوة إلا إذا كان المواطن حصل على اللقاح. أيضا سيتم التوسع في هذه النقاط، نقاط التطعيم في الوحدات المرورية، في أمام المساجد والكنائس، فنقاط متحركة. يعني في السابق كان يعني أو إحنا بدأنا بحوالي 40 مركز فقط لتلقي اللقاح في عموم الجمهورية. إحنا الحمد لله حاليا بنتكلم عن حوالي 2000 مركز لتلقي اللقاح ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي ومراكز الشباب. 2000 مركز ده عدد كويس جدا. بالإضافة إليه هتكون هناك أو توسع في المحاكم، نقاط المرور، وأيضا النقاط المتحركة أو الأماكن المتحركة لإعطاء اللقاحات أمام المساجد والتجمعات الكبرى والكنائس. يعني ممكن يوم في الجمعة في المساجد والأحد الكنائس باعتبار الأعداد الأكبر بتكون في تجمعات أكتر، جمعة والأحد ده اللي هي ممكن يتم، ولا بشكل عام طول الوقت؟ ده اللي هيحصل، هنستهدف ايام التجمعات زي ايام الجمعه طبعا لان لضمان تواجد اكبر عدد من المصلين سواء في المساجد او الكنائس، وهم خارجين او هم داخلين يستطيعوا التسجيل والحصول الفوري على اللقاحات. ده هيمكننا ان شاء الله ان احنا نتوسع، لان على فكره جزء كبير من الناس بتسميها عزوف المواطن عن اللقاء، عن تلقي اللقاح، لا، هو عزوف عن التسجيل. ربما البعض يعني مستثقل عمليه انه يسجل ويدخل على جهاز كمبيوتر، لكن هذا المواطن لو وجد اللقاح امامه سواء في بجوار سكنه او امام المسجد بعد صلاته او امام الكنيسه عقب خروجه من الكنيسه، هذا المواطن سيقبل بشكل كبير جدا على تلقي اللقاح. هو ليس عزوف، وانما المواطن دايما يسعى الى او يبحث عن اسهل المتاح، ونحن كحكومه نسعى جاهدين ان احنا نقدم له يعني التطعيم، حتى يعني ربما نصل في مرحله يعني امام نروح البيوت، التجمعات السكنيه اللي امام البيوت، يعني مش عايز اقولها كده، بس امام التجمعات السكنيه الكبرى هيكون في نقاط مع توافر المزيد من اللقاحات ان شاء الله. هل ممكن المترو اللي بيشيل 3 مليون كل يوم والقطارات اللي بتشيل حوالي قرابه المليون يتعمل نفس الكلام، ولا ده مش وارد؟ لا، احييك، دي فعلا نقطه اثيرت النهارده اقترحتها الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه، وحيتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل لتوفير وزاره الصحه توفر نقاط ثابته داخل محطات المترو المختلفه وداخل محطات الاتوبيسات النقل العام وكل ما يخص والقطارات، ايضا محطات القطارات، كل ما يخص النقل العام، لان هذه ايضا اماكن جديره ان احنا نقيم فيها هذه النقاط لتلقي اللقاح، لانها اماكن بتتميز بتواجد جماهيري كثيف، ومن السهل ان انت تقيم نقطه هناك والمواطن يحصل على اللقاح ايضا في هذه الاماكن. هل واحنا عاملين توسع تقريبا في كل منطقه او نقطه فيها تجمعات ان عندنا لقاحات كافيه الان؟ الان عندنا لقاحات كافيه، وده اللي خلانا يعني عندنا رفاهيه اتخاذ قرار او قرارات الزام اللقاحات لفئات مختلفه، وفي السابق لم تكن لديك هذه الرفاهيه،
انك تتخذ مثل هذا القرار، قرار ربط الخدمات الحكوميه بتلقي اللقاح، لان ما كانش عندنا العدد الكافي من اللقاحات يكفي الجميع. لكن الان الحمد لله سيصل عدد الجرعات اللي تلقتها مصر بنهايه هذا الشهر، نهايه شهر اكتوبر، هيتجاوز 70 مليون جرعه. طبعا 70 مليون جرعه تم بالفعل استخدام حوالي 31 مليون جرعه منها، لكن هيتبقى حوالي 40 مليون جرعه. هذه ال 40 مليون جرعه تكفي لان احنا ننتهي من تطعيم المدارس والجامعات وكل من لم يتلقى الخدمه من المواطنين، وتكفي انها توصلنا للرقم السحري اللي احنا بنسعى اليه، وهو تطعيم 40% من الشعب بنهايه هذا العام. ماذا عن اللقاحات المصريه واللقاحات المتعاقدين عليها كمان؟ كل ذلك متوفر. يعني ال 10 مليون جرعه اللي هيضافوا على ال 60 مليون اللي تلقيناهم بالفعل هي لقاحات متنوعه ما بين فايزر، ما بين جونسون، ما بين استرازينيكا، وما بين الجرعات اللي بنتلقاها كهدايا من الحكومات الصديقه، وما بين الجرعات المنتجه محليا. يعني انا بتكلم اجمالا الرقم هيتجاوز ال 70 مليون. سعاد سفير، بنتكلم على فايزر، وفايزر يحتاج تجهيزات، ايه التجهيزات اللي بنعملها او لسه هنعملها لاستقبال شحنات فايزر؟ طبعا بالتعاون مع المنظمات والجهات الامميه المختلفه وفي مقدمتها اليونيسيف، تم امدادنا بالثلاجات المخصصه لحفظ هذا اللقاح، لان لقاح فايزر يتميز دون عن باقي اللقاحات بانه يحتاج درجه تجميد او درجه تبريد يعني كبيره جدا، 70 درجه تحت الصفر. لم يكن لدينا مثل هذا النوع من الثلاجات، طبيعي طبعا، ويعني معظم الدول العالم لم يكن لديها هذا النوع، لكن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تم إمدادنا بكل هذه المستلزمات، وليس هناك مشكلة الآن حاليا لدينا في تلقي جرعات فايزر. تلقينا جرعات من قبل، وآخر جرعة تلقيناها بالأمس أو أول أمس 1.6 مليون جرعة إضافية، فليس هناك مشاكل لوجستية فيما يخص لقاح فايزر تحديدا. ماذا عن عودة الجمهور في ظل رابطة الأندية خدت قرار محترم جدا أنه الجمهور يعود حتى لو بنتكلم على 2000 واحد يبقوا حاضرين؟ هل تم بحث هذا الأمر في اجتماع النهاردة إدارة الأزمة ولا لا؟ وهل ممكن الأعداد تزيد ولا لا؟ يعني لم يتم التطرق لهذا الموضوع خلال لجنة اجتماع لجنة الأزمات، لكن طبعا قرار لجنة الأندية لما بتتخذ قرار زي ده هي مش بتتخذه منفردة، هي بتتخذه بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها طبعا وزارة الصحة. هي نسقت مع وزارة الصحة حوالين الضوابط والاشتراطات، وفي طبعا في مقدمة هذه الضوابط الحصول على جرعة أولى من اللقاح. يعني المواطن اللي هيروح ال 2000 دول هيكون كلهم حاصلين على الأقل على الجرعة الأولى، بعضهم هيكون طبعا حاصل على الجرعتين. فهي ضوابط مهمة جدا، يعني هتطبقها لجنة الأندية، هتمثل باكورة عودة الجماهير مجددا للحضور، وفي كل الأحوال سيتم تطبيق هذه، سيتم تقييم هذه التجربة، وإما بتحسينها وإما بإضافة مزيد من الشروط ربما، أو قد يعني نتخذ الإجراء الذي ينتظره الجميع بزيادة الأعداد إذا ما صارت التجربة على ما يرام. ماذا عن السياحة، وهل هناك تخفيف في إجراءات الخاصة بالقادمين إلى مصر؟ هل تم بحث هذا الأمر النهاردة؟ يعني تم مراجعة الإجراءات المطبقة، تم التوافق على الإبقاء على نفس الإجراءات التي تطبقها مصر. السائح أو أي زائر قادم إلى مصر أو حتى المصري الذي يأتي إلى مصر يستطيع أن يقدم شهادة تحتوي على QR كود تثبت أنه حصل على جرعتين من اللقاح، أو إذا لم يكن لديه هذه الشهادة يستطيع أن يحضر شهادة PCR حديثة تثبت أنه يعني ليس لديه فيروس كوفيد 19، وهاتين هما الطريقتين المسموح من خلالهما بالدخول لمصر من خلال جميع المنافذ المصرية، إما شهادة تلقي اللقاح أو شهادة الخلو من فيروس كورونا أو PCR. هل مستشفيات العزل عندنا دلوقتي يعني أكتر، أم في يعني الحالات الإصابات الخطرة أقل؟ لا طبعا حالات الإصابات الخطرة أقل بكثير من الثلاث موجات السابقة. عدد مستشفيات العزل اللي بتستخدمها وزارة الصحة والعزل والفرج قل بشكل كبير عما كنا نستخدمه فيه
الموجات السابقة. نسبة الإشغال في الأسرة الداخلي 25%، نسبة الإشغال في أسرة الرعاية المركزة 58%، والتنفس الصناعي 52%. هذا ليس كل مستشفيات مصر، عشان ما حدش يعتقد أن الـ 58% رعاية مركزة ده كل مستشفيات مصر، لا طبعا، ده العدد القليل جدا اللي بتستخدمه وزارة الصحة حاليا في مستشفيات العزل، وزي ما قلت دي من أقل الموجات التي شهدت ضغطا على القطاع الطبي الحمد لله. ومرة تانية بكرر، الفضل في ذلك يعود إلى التوسع في تلقي اللقاحات. حتى لو تلقيت اللقاح وجالك كورونا بعد كده أو جالك الفيروس، فتأكد أنه لن يأتي بأعراض خطيرة، فتأكد أن نسبة دخولك المستشفى ستقل، ولا قدر الله نسبة الوفاة ستتراجع بشكل كبير جدا عما إذا كنت غير متلقي للقاح. هل عندنا محافظات زيادات أعداد فيها ولا كله متساوي؟ طبعا يعني الأعداد التفصيلية عند وزارة الصحة، لكن بشكل عام القاعدة المحافظات التي يقبل أهلها بشكل أكبر على اللقاحات هي المحافظات التي تتمتع بوضع صحي أفضل حالا. ما عنديش الأسماء المحافظات، وزارة الصحة لديها، لكن هذه هي القاعدة اللي احنا لاحظناها. كلما زاد إقبال محافظة معينة على تلقي اللقاحات، كلما تحسن الوضع الوبائي فيها بشكل كبير، وده اللي بيعكس او ده اللي بيفسر ليه الحمد لله محافظات زي جنوب سيناء، الاقصر، اسوان، البحر الاحمر، المحافظات الساحليه والسياحيه الوضع الوبائي فيها جيد جدا، نتيجه ان هذه المحافظات منذ وقت مبكر تم تطبيق الزاميه اللقاح بالنسبه للعاملين في القطاع السياحي. وبعد ذلك انتقلنا يعني تطعيم باقي أهالي هذه المحافظات. فالتوسع في تطعيم أهالي هذه المحافظات السياحية في وقت مبكر يعني جعل هذه المحافظات الآن في وضع جيد جدا، ربما هي الأفضل في مصر حاليا بعد أن انتهينا من تطعيم يعني قرابة 100% من المستهدف في معظم هذه المحافظات الأربع اللي بتحدث عليها. فبكرر تاني القاعدة، كلما زاد إقبال أهالي محافظة معينة على تلقي اللقاح، كلما تحسن الوضع الوبائي في هذه المحافظة. ماذا عن الأفراح والقاعات؟ نفس القواعد، ليس هناك أي تغيير فيما يخص قواعد إجراء الأفراح والمؤتمرات الدولية أو المحلية. كان في النهاردة تقريبا قرار، هل قرار حديث أم قرار سابق، انه وقف رئيس الوزراء طلع قرار انه مفيش تعيينات ومحدش يعين ومفيش كذا، ويعني نفضل زي ما احنا. ايه حكاية هذا القرار تحديدا؟ يعني هذا القرار تحديدا لا يطبق للمرة الاولى، يعني سبق تطبيق نفس القرار بنفس الشروط في الفترة من يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2020. 6 أشهر كاملة طبقت فيها الحكومة المصرية قواعد تفشيد الإنفاق عن طريق خفض النفقات غير الضرورية وتقليل نفقات السفر للمسؤولين وتقليل أو خفض نفقات أو بدلات حضور الجلسات وبدلات حضور المؤتمرات. كل هذا تم تطبيقه من قبل فترة 6 أشهر كاملة، لأن الحكومة زي ما طلبت المواطن إن هو يساعدنا في ظل الأزمة، الحكومة بدأت بنفسها منذ وقت مبكر وطبقت التخفيض والترشيد على نفسها. نعود مجددا لهذا التطبيق لمدة 6 أشهر قادمة إن شاء الله. فهذا القرار أثار بعض المخاوف لدى البعض نتيجة ما تضمنه فيما يخص التعيينات. بحب أطمن الجميع، التعيينات أو الترقيات تحديدا، الترقيات يعني ليس هناك ضرر ملموس يلحق بها خلال 6 أشهر القادمة، والسبب بسيط، أن رغم أن الترقيات ستكون يعني معلقة أو مجمدة، لكن يعني معظم الجهاز الإداري للدولة تم ترقية المستحقين بالفعل في قرار صدر في أغسطس الماضي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار موقع من رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ. فيعني كل من كان يستحق الترقية حصل عليها بالفعل منذ شهر. فالستة أشهر القادمة لن تشهد تجميدات يعني ذات معنى أو ذات مغزى فيما يخص الترقيات، فليطمئن الجميع، وهي 6 أشهر ليست جديدة وتم تطبيقها من قبل. لكن وارد فتح هذا الكلام بعد 6 شهور لما الدنيا تتحسن، يعني كورونا وكده. طبعا وارد إعادة النظر في هذا القرار بعد 6 أشهر وعدم تجديده. لا، وكان في فترة على فكرة 6 أشهر لم يطبق القرار، لأن القرار عندما انتهى في ديسمبر 2020
لم يتم تطبيقه اعتبارا من يناير وحتى الوقت اللي احنا بنتحدث فيه. يعني في فتره من يناير الماضي وحتى سبتمبر، هذه الفتره مرت دون تطبيق قرارات التخفيض. اليوم نعود اليها مجددا لان الوضع يعني يستدعي مزيدا من الضغط والتخفيض، لان الكورونا والظروف الاقتصاديه التي والتداعيات الاقتصاديه لهذا الفيروس عالميا لا تزال تؤثر، رغم ان يعني الحاله في الوضع الاقتصادي وفي معظم الدول، لكن يعني نحتاج سنوات حتى نتعافى بشكل كامل من الاثار السلبيه لكورونا على الاقتصاد. فالحكومه ارتأت انها تعيد مجددا فرض ضوابط ترشيد الانفاق. سفير نادر سعد بشكرك شكرا جزيلا. سياده النائب احمد دياب رئيس رابطه